لسه في مدينة جوانزو وراكبين الأوتوبيس وبنتفرج على النهر الرئيسي في مدينة جوانزو زي ما احنا شايفين. ده سنتر البلد تقريبا، كل المباني الكبيرة الموجودة عليه وده الكورنيش. أنا حبيت أوريكم الشوارع هنا في الصين والنهر اللي موجود عندهم هنا. طبعا الجو هنا حر شوية، درجة الحرارة الراوند 35 هنا، بس هنا طبعا التخطيطات كلها مكيفة. ده شكل الباص من جوه. طبعا هنا في ماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا. ده الباص. الفورم عند السواقين هنا موحد، لابس جوانتي في ايده ولابس قميص احمر بنطلون واحد، كلهم بيلبسوا نفس اليونيفورم. كل البساطة اللي ركبناها بيبقى فيها نفس اليونيفورم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش سبسكرايب لو اول مرة تتفرجوا، ولايك واسألوني عايزين تشوفوا ايه تاني، وانا ان شاء الله هرد عليكم واجاوب عليكم. شكرا.